حجم السوق الرياضي في مصر قد ايه؟ في مصر مش قادر احكمه بالظبط للاسف. لا انا بيفيد الداتا لازم تبقى عارفه. ما ينفعش تبقى رايح حته وانت حتى لو الرقم مش دقيق يكون رقم قريب. يعني لازم تكون معلوماتك. انت النهارده عايز كام من كام؟ ده سؤال لازم تسأله لنفسك كل يوم. كلام حاجة مظبوط. احنا الريجن نفسه حجمه is 5.3 بليون، يعني خمسة تقريبا يتعدى 5 مليون دولار دلوقتي. يعني انت في اكيد في الخمس سنين اللي جايين ما انتش مهتم غير بمصر، مش محطوطة في الخطة الريجن. لو قدرنا نقول ان مصر تمثل منها اقل 5-10% فما نقدر نقول ان هو حوالي 500. لا لا، الرقم اكبر من كده. انا عندي الرقم بس هو اكبر من كده، انا شفته قبل كده. يعني انا بتكلم دولار على دولار. رقم اكبر من كده. مصر حجم السوق الرياضي اللي فيها كبير جدا. دي بقى ميزه الشاركس والمعلومات اللي عند حضرتك اللي ممكن يبقى ليك اكسس للمعلومه. لازم تبقى عند حضرتك مش عندي. انا اقدر افيدك في ازاي تروح، بس انت اللي لازم تبقى عارف المعلومات عشان تعرف تروح. الحاجه الثانيه اللي عايز اسالك عليها، الكومبيتيتورز بتوعك مين اكبر مين اصغر؟ مين في حد تعرف مبيعات حد فيهم عامله ازاي؟ كام واحد عنده الكاستمرز بتوعه؟ عدوا ال 10000؟ عدوا ال 20000؟ في واحد بدا بينا حوالي سنه ونص، اوكي، والتاني بدا بينا بسنتين. وصلوا لايه؟ حسب معلوماتنا من الموردين ان هم تقريبا 3 اضعاف. بس انت على فكره انت ممكن تعرف معلوماتك من الاب ستور، هتعرف هو ده كام واحد داونلودد او من الكي سبلايرز. يعني بص، ان جنرال النصيحه ان انت ما ينفعش انت النهارده نازل تلعب فرقه مش عارف اي معلومه عن الفرقه دي اللي انت هتلعبها. لا، هو هتكسبهم ازاي؟ السبلاير الثاني في واحد منهم ما عملش اصلا اب، واحنا والمنافس الثاني عمل اب من حوالي 3 شهور. احنا اول عشان كده احنا حطينا بالنا ان لازم نبدا الاب، عشان حتى لو هم بداوا قبلينا وسابقونا في حتت احنا نقدر نسابقهم. والحاجه الثانيه زي ما حضرتك قلت برضو، اهتمامنا باللوكال براندز، هم ما اهتموش بيهم، مش حاطين اصلا لوكال براندز، واحنا شايفين ان مستقبليا اللوكال براندز يمكن الجروس فيها هيبقى اعلى من الانترناشنال براندز كمان. غير انه في بوتنشال غير طبيعي، انتوا هتبتعوا له خدمه كبيره جدا لللوكال اندستري. اكيد، ودي محتاجينها. وفعلا زي ما ايمن اشار، الاندستري دي ضخمه جدا جدا، ممكن يكون ما عندناش معلومات دقيقه. انا دايما بقول بس انت احسب فيه كام واحد سنه وكام السنيكرز بس او جزم السبورتس، ده سوق ممكن يبقى مايند بلوينج يعني، او حجمه خزعبلي. شايف انكم محتاجين معاكم حد متخصص في الاندستري دي، وانا اعرف بعض الناس اللي بيصنعوا في مصر وحاجات كده، وحابب ان انا احاول اوصلكم بيهم. انا بالنسبه لي مشكلتي مع القصه دي ان اتس كاش بيرنينج كونسبت شويه، انا مش حابب ان انا انفست فيه دلوقتي، بالعكس متفائل بالفيوتشر بتاعكم. بس زي ما انت اشرت لسه عندكم راوندز اوف انفستمنت ثانيه، وفي كاش بيرنينج هيحصل الفتره الجايه لغايه ما توصلوا المايلستونز بتاعتكم، فانا للاسباب دي انا اوت. احنا يمكن ما اضفتش ان احنا نتيجه لتغيرات الماركت والايكو سيستم بتاع الانفستمنت بعد ما شركات كتير بدات انها تفيل، واحنا بنحط البيزنس بلان حطينا رود تو بروفيتابيليتي، يعني امتى ان انا ابدا اكسب. زمان كانت ناس بتفكر كل الانفستمنت في جروث بس، احنا حطينا ان في خلال 4 سنين ان احنا ان شاء الله هنكون في بروفيتابيليتي تقريبا حوالي حسب بزنس بلان 5 مليون جنيه. سنه 2027 هنوصل ان يبقى البروفيت ان شاء الله 11 مليون جنيه. فالريتيرن اون انفستمنت اللي هيكون كله اتصرف في الوقت وقتها بيز على كذا راوند هيتغطى في السنه الخامسه ان شاء الله. خلي بالك الكلمتين اللي انت قلتهم دي ضيعتك. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.